من الأبراج يلي هيدي الفترة فترة التغيير لإلكن. البعض يمكن يكون عندهم عمل جديد، أوكي، صحيا بدكم تتحسنوا. مواليد برج القوس اللي هن تعبانين صحيا، بده يكون في تحسن بالامور الصحيه، ولكن انتبهوا على غذائكم، انتبهوا على يعني شوي يمكن لازم تعملوا نظام غذائي جديد، لازم تعتمد شوي، تعملوا سبور، تغيروا هالاجواء، الروتين اللي انتم فيها. مواليد برج ال واحدة عم بكبس، شو بدي اعمل؟ مواليد برج القوس. ومن ناحية تانية القوسية بقلكم انه هيدي الفترة فترة يعني اموركم اللي بتتعلق بالزواج و مع الارتباطات العاطفية اكتر شي بتصير مريحة ابتداء من 20 الشهر. التوقع مولود برج القوس الارتباطات العاطفية من 20 الشهر، المصالحات العاطفية بتطالك مع الأزواج كمان. كمان بتقول للقوس إنه في عقود عمل جديد لإلك، عم تشتغل على حالك، عم بتجرب تعمل أمور عدة تجديد بالعمل، فهولي كلهم يعني هالأمور بتصير مريحة لإلك. ولكن بدي أطلب منك إنه تخفف الضغط شوي على الحبيب وما تفرض رأيك عليه بهذه الفترة، كون هيك رايق معه ويعني خد واعطي انت وياه، يعني ما تفرض رأيك. هذا أهم نقطة بقلكم إياها لمواليد برج القوس. برج الجدي، مواليد برج الجدي من أحلى الأشهر اللي بدها تطالك، فأكيد الجدي أنتم من الأبراج السعيدة، أنتم من الأبراج الجميلة، أنتم من الأبراج اللي بدها تطالك التسلية هذا الشهر، على بالك السفر، على بالك التسلية، على بالك الفرح، على بالك تبرز مواهبك، إبداعك بالعمل. عم بتكون هيدا الشهر فعال وبناء ومثمر وناجح، ويلي بانتظار يلي بده يجيب ولد أو حمل، يعني هيدي الفترة رائعة للحمل. مواليد برج الجدي بقلكن العلاقات العاطفية في رجوع، بالعمل تقدم للوراء للدراسات، يعني كل هالامور بتطالكم بالخير مواليد برج الجدي. فكرمال هيك انا بقول لك مواليد برج الجدي يعني الامور كلها بدها تكون فيها تقدم وازدهار. اما اخر 10 ايام تكتر عليك الاعمال والمسؤوليات والواجبات، ولكن انت قدها، هيدا اللي بتقوله، انت قد ما تكتر عليك الاعمال وقد ما تكتر عليك الواجبات، انت رب العمل ورب الشغل، وانت لما بتتعب من الشغل، ويمكن بعض الامور الصحيه تشغل بالك شوي، بدك تنتبه لصحتك، تنتبه لكل تحركاتك خاصه بالعمل، واهم شيء صحيا ما تتعب حالك كثير. اوكي، كوستانتين بونسوار. برج الدلو بقول لك انه انتو من الابراج يلي التغيير بده يطالك ببيتك بقلب البيت، يعني في مناسبات سعيدة، في افراح، في نقلة بيت، تغيير مسكن، تغيير اساس، اعادة تأهيل البيت، على بالكم تغيروا ديكور، مناسبات سعيدة، أعياد ميلاد، زواج، خطوبة، أفراح، هجرة البعض، سفر، عودة أحبة لعندكم على بيتكم، نقاشات عائلية، حل المسائل العائلية. بس ما تفرض رأيك على أهل بيتك، بدك تكون في أموال تدفع كتير بقلب البيت، في مصاري، ويلي طالب نقلة عمل هيدي الفترة كتير مناسبة لنقلة عمل، يعني تنتقلوا من فرع لفرع، من اوكي من برانش لبرانش. فكرمال هيك مواليد برج الدلو، عم ترعاني ايدي هيدي بس ترعانا ايدنا،
باللبناني بنقول يا اهلا وسهلا بسوسو، يا بدنا نقبض او بدنا نسلم. فكرمال هيك مواليد برج الدلو شوي الزهره بدها تحسلكم اموركم، عطارد بده يخليك تضلك شاطر وذكي خلال 15 يوم، شاطر وذكي وبتقدر تحل امورك بطريقه فعاله، وبتقدر تحل حتى بالدراسات بتنجحوا، بالتنقلات بتنجحوا، بعد بطالك السفر. ودلو اخر 10 ايام بتزدهر امورك افضل حين تنطق الشمس لبرج الجوزاء. هون انا بقول لك انك انت بدك تصير الامور افضل لإلك عاطفيا، عمليا، مهنيا، مع اولادكم، وبتكونوا من الابراج السعيده وبتاخذ حقك بكل شيء. ايه فورس الفوال دولار جانوي. واخيرا برج الحوت، وبحب برج الحوت. اما مواليد برج الحوت، مواليد برج الحوت انا بقول لكم انه هيدي الفتره، هذا الشهر اكيد شهر في تغيير، شهر بطالك بسرعه البديهه، بالذكاء، بالتغييرات بحياتك العمليه، الشهره بطالك، تنقلاتك، اتصالاتك بتكتر. فالحوت انا بقول لك يلي بده يشتري سياره، هذه الفتره الحلوه لشراء سياره، فتره البناءه والجميله لبيع سياره، لشراء ادوات الكترونيه، للتجاره المحليه لمواليد برج الحوت، حتى للاجتماعات، للدراسات، للانترفيو. يلي بيشتغل على السوشيال ميديا بيبرعوا، بينشطوا. فكرمال هيك مواليد برج الحوت هذه الفترة فترة رائعة لإلكم. ومن ناحية تانية آخر 10 أيام مواليد برج الحوت تغيير بطالك بقلب بيتك. يعني في بعض مواليد برج الحوت يمكن يكون عندهم فرحة بقلب البيت، مناسبة سعيدة بقلب البيت، ناس رايحة ناس جاي، استقبال وتوديع مثل ما بنقول لمواليد برج الحوت. تجهيزات لسفر لمولود برج الحوت. حتى الحوت أنا بقولكم يلي بده يبيع عقار، يلي بده يشتري عقار أو بيت، كمان هذه الفترة البناءة لهالأمور. يلي بيشتغل بريل استيت كمان بيربح كتير أموال لمواليد برج الحوت. أما عاطفيا الأمور بتضلها مريحة مواليد برج الحوت. ودايما خلوكم هيك مثل ما بنقول عندكم العزم.